الجبهه المصريه لم يصل لنا الا ايه سربين هوكر هانتر من العراق، نعم، وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر، وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر. بعد بضعة أيام من التحضير، تلقت الفرقة الثامنة المدرعة الأمر بالتحرك نحو معسكرها في ليلة 31 أكتوبر، لتلتحق بعدها بجبهة القتال في ليلة 31 أكتوبر، لتلتحق بعدها بجبهة القتال في الليلة ما بين 6 و7 نوفمبر، وتنضم إلى الفيلق في الليلة ما بين 6 و7 نوفمبر، وتنضم إلى الفيلق الرابع المدرع للجيش الثالث المصري. قامت الفرقة الثامنة بمسيرة 4000 كيلومتر، والتي يمكن مقارنتها بمسيرة ماو تسي تونغ الصينية، مسيرة انطلقت من قاعدة لاغما بالجزائر إلى قناة السويس بمصر، والتي دامت 15 يوما، حيث تم تقسيم المسيرة إلى 3 مراحل، الأولى برية، الثانية جوية، والثالثة بحرية. التحقنا مباشرة بقاعدتنا العسكرية بتلاغما في 9 أكتوبر، حيث انطلقنا في التحضير. كما عرفت المساحات المخصصة للدبابات حركة دؤوب، وكان المطار مكتظا بحاملات الدبابات. بصفة عامة، كان للفرقة الثامنة دبابات وعربات مدرعة، وكنت شخصيا قائد وحدة مكونة من مدافع دي 30 الروسية، وكان الدفاع المضاد للطيران مكونا من مدافع عيار 22 ملم ثنائية الماسورة. بشكل عام ضمت الفرقة ما يقارب 4200 فرد و100 دبابة و30 عربة مدرعة. قامت وحدات الجيش الوطني الشعبي بالالتحاق بالقاهرة عبر الأراضي التونسية والليبية، حيث لجأت السلطات الجزائرية إلى هذا الخيار بسبب نقص وسائل النقل الجوي والبحري آنذاك. انطلاق وحدات الفرقة الثامنة المدرعة من قاعدتها بتلاغما استلزم تعبئة قرابة 800 عربة و50 شاحنة مزودة بخزان الوقود، وبعد 13 يوما وعلى مسار 3200 كيلومتر التحقت الوحدات العسكرية الجزائرية بالقاهرة. Premièrement, la brigade, elle a fait une marche de 4000 km. Et ça, c'est quelque chose. قامت الفرقة الثامنة بمسيرة 4000 كيلومتر، والتي يمكن مقارنتها بمسيرة ماو تسي تونغ الصينية، مسيرة انطلقت من قاعدة لاغما بالجزائر إلى قناة السويس بمصر، والتي دامت 15 يوما، حيث تم تقسيم المسيرة إلى 3 مراحل، الأولى برية، الثانية جوية، والثالثة بحرية. لقد كانت تجربة مفيدة جدا للفرقة الثامنة المدرعة. بعد بضعة أيام من التحضير، تلقت الفرقة الثامنة المدرعة الأمر بالتحرك نحو معسكرها
في ليلة 31 أكتوبر لتلتحق بعدها بجبهة القتال في الليلة ما بين 6 و7 نوفمبر وتنضم إلى الفيلق الرابع